السلام عليكم حبوباتي الغاليات، مشتركات ومشتركي قناة جميلة أونلاين. مرحبا بكم كاملين معنا في حلقة اليوم اللي غادي تكون سبيسيال، لأن يقدم معي الحلقة محمد أنس، حلقة خاصة بالأطفال. ألو، عندكم وليدات كيقراو في البريفي وما لقيتيش فين تاخدي ليهم ديغيزمون اللي طلبوا ليهم في لي زيكول ديالهم، فألفا سيكونتين كطرح ليك وكتقدم ليك ان تري تري غران شوا. فمرحبا بكم، ما تنساوش دائما تشجيع اللايك، زعما ما ابونيينش يتابوناو، لان تبارك الله لاشين ما شاء الله غادي كتكبر. وكنجيبوا مواضيع اللي هي هادفه، مواضيع اللي كتخدم الاسره المغربيه كيما كنشوف المستوى اللي كانت، يعني اللي عنده اللي ما عندوش الحمد لله كل شيء عنده، اللهم لك الحمد. بلادنا غزاله، واكيد الفا تكون كتجمع كل شيء، خمسه ديال الطوابق فيها لي زكسسوار الاولين المنزليه، الافريشه، الديكوراسيون، وزيد وزيد وزيد. فمرحبا بكم، وما تنساوناش دائما بالتشجيعات، فانتم تامروا وحنا ننفذوا. مرحبا بكم.
try.